شكرا سيد ولي جهاد سوس مساء عامل عمالة أكاديمية دوتانال، سيد رئيس مجلس جهة سوس مساء، سيد رئيس مجلس عمالة أكاديمية دوتانال، سيدات السادة رؤساء، سيدات السادة أعضاء لجنة الإشراف والتتبع لبرنامج التنمية الحضرية لأكاديمية، أيها الحضور الكريم، كنجتمع اليوم ونحن على مشارف السنة الأخيرة من تنزيل برنامج التنمية الحضرية لأكاديمية الذي أعطى انطلاقته صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في فبراير 2020، ويمثلها الاجتماع مناسبة لتقييم التقدم المنجز ومناقشة التحديات والرهانات المرتبطة بتنفيذ مختلف مكونات هذا الورش الملكي بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة في أفضل الظروف. إن هذا الورش التنموي الذي يحظى بعناية مولوية سامية قد أعاد تشكيل معالم مدينة أكادير بفضل مجموعة من المشاريع المهيكلة التي أسهمت في تعزيز البنية التحتية الأساسية وتطويرها بما يضمن الارتقاء بجودة حياة الساكنة وتحقيق العدالة المجالية، كما عززت هذه المشاريع الجاذبية السياحية والاقتصادية للمدينة مما يرسخ مكانة أكادير كوجهة متميزة، وأخص بالذكر تقوية الشبكة الطرقية للقرب وتهيئة المحاور الكبرى، تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز، تحديد شبكة الإنارة العمومية، تعزيز المساحات الخضراء وتوفير مجموعة من الحدائق الكبرى والمنتزهات، بالإضافة إلى إحداث المنشآت الثقافية والمرافق الرياضية الكبرى وملاعب القرب، فضاءات ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها. كل هذه المشاريع سوف تسهم لا محالة في الارتقاء بمدينة أكادير إلى مصاف الحواضر العالمية لتحتل المكانة التي أرادها صاحب جلالة نصره الله وأيده. وفي هذا الصدد يشرفنا أن نعبر عن اعتزازنا بوتيرة تنفيذ مكونات برنامج التنموي التنمية الحضرية لأكادير الذي انطلقت أشغاله قبل أسابيع قليلة من جائحة كوفيد-19، ورغم التحديات غير المسبوقة التي فرضتها هذه الجائحة تمكننا من الالتزام بالجدول الزمنية المحددة للبرنامج، وذلك بفضل تضافر جهود جميع الشركاء، وقد كان لهذا التعاون دور حاسم في حل الإشكاليات وتجاوز الإكراهات بمختلف أبعادها مما يضمن السير الأمثل لهذا الورش الملكي الطموح. حضرت سيدة السادة، في إطار تنفيذ الالتزامات المالية لجامعة أكادير نؤكد حرصنا على الوفاء بها لضمان استمرارية تنفيذ مكونات البرنامج في أفضل الظروف، كما سنعمل على معالجة التجاوزات المالية التي نرجعها للأسباب التالية، وهي التخديرات الأولية المنخفضة لتكاليف المشاريع إلى جانب تأثير ارتفاع الأسعار والزيادة في حجم الأشغال وإعادة تكييف مكونات البرنامج وفق المستجدات. ومن أجل الوفاء بهذه الالتزامات سنعمل على تهيئة مختلف مصادر التمويل المتاحة، بما في ذلك تفويت بعض الممتلكات الجماعية، التمويل الذاتي، اللجوء إلى القروض، بالإضافة إلى طلب دعم السلطات الوصية، خصوصا وأن جماعة أكادير تعتبر أهم مساهم مالي في هذا المشروع، حيث تصل مساهمتها احتساب تجاوزات يعني محينة ما يناهز 2,800,000,000 درهم. أيها الحضور الكريم، يحق لنا جميعا اليوم أن نفتخر بنموذج تدبير برنامج التهيئة الحضرية لأكادير بفضل نجاعة الالتقائية والتكامل بين مختلف المتدخلين، وفي ظل هذه الدينامية نطمح إلى مواصلة بذل نفس الجهود لكسب رهان تنزيل المشاريع التنموية والبنى التحتية الجديدة عبر ابتكار أنماط حديثة للتدبير بما يضمن استدامة هذه الإنجازات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. وفي ختام هذه الكلمة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد الولي على تتبعه اليومي والدقيق لتنزيل مختلف مكونات هذا الورش الملكي، كما أتقدم بالشكر الخاص للسيد رئيس الجهة
وجميع الشركاء المحليين والمؤسساتيين وأصحاب الأشغال المنتدبين وكافة المتدخلين الساهرين على إنجاز هذا البرنامج، وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.